يمكن العقل بيقول ايه، انما القلب بيأكد وبيقول لو مهما حكينا عن الأبونا اكيد ما منكون حكينا نقطة ببحر علمه وبحر عمه وبحر لاهوته. واجتمعنا بالوعد حتى نجدد الوعد ونقول على الوعد يا داوود مش يا كمون ديروا بالكم، على الوعد جايين نجدد عهد حب اماني وعي صدق وبحرية مسؤولية بتحكي عن الهوية. كانوا مجتمعين بعلية ومريم حقه خايفين والروح بها، مش بس بالعلية إنما بيفتح أبواب العلية وشبابيكا وبينطلق مع قلب كل رسول موجود هوني ليطلع يخبر ويبشر عن رب غلب الموت وقام، رب أحيا له المجد للأبد. وجينا نحكي عن مسؤولية من بعد ما حكينا كثير عن الهوية. بهونيك قداس من شي سنة ونص كنا عم نحتفل بأحد الأعمى، وأبونا داوود مجمع حوالي كم شخص من اللي بحبوه بحبهم، من اللي ربنا عطاهم نعمة إنه يكون نظرهم شوي خفيف لأنها نعمة. شرح لي إياها أبونا بعدين وشرحها على الملأ وقال إنه كل ما بدنا نحكي مع ربنا أو نتأمل بربنا بنقول غمضوا عينيكم وشوفوا بقلبكم. قال لي نيالي أنا مغمض عيني عم عطول، قلت له بالفعل نيالك. بعد القداس رجعنا لورا، لبس ثيابه بدنا نبلش بالقداس، وبتجي الراهبه وبتبلش تقول له كم درجه فيه. ابونا دير بالك انتم ماشي في درجتين بالاول وبعدين بتطلع في درجه والمذبح بالنص. على مسار تفيق معي ما بخافي، بيفهمني وبدير باله علي. من وقتها حسيت بهالمسؤولية، ما تخافي توفيق معي، مسؤولية كبيرة يا أبونا تركتها مش على توفيق، إنما تركتها لكل واحد بالحركة الرسولية المريمية. من شوي كانوا عم بيعدوا إنه الأبونا هو رجل لاهوت، رجل علم، إسلاميات، ليتورجية وطولة العداية. وهني وعم بيعدوا جربت شيل اسم الأبونا وحط اسم الحركة، الحركة الرسولية المريمية، هي بنت لاهوت، هي بنت انفتاح، هي بنت ختمة، هي بنت حوار، هي بنت رسالة،
هي حركة رسولية مريمية. وسألت، لا يا أبونا ما رح نشيلك ونحطك على جنب، إنما أنت والحركة واحد. الحركة افتخرت فيك وبتفتخر فيك ورح تضل تفتخر فيك، مثل ما أنت بكتير مطارح افتخرت فيها، ومنتمنى إنه تكون اليوم عم تفتخر فيها ورح تفتخر فيها إلى الأبد. كان في عنا محطات لحتى نتذكر مع الأبونا تواريخ قديمة. بلشنا من يوم اللي ولد، ومن يوم يلي الرب عطى العيلة قديس من الأربعينات. وكملنا نحن وعم نحكي عن روحانية حركة يلي بتنبسط من روح حل بالعلية من 2000 سنة وبعده عم بحل بهالعلية الموجودة اليوم، اليوم وبهاي اللحظة. وقفة وعد وعهد، نعم نظرة إلى الخلف، ومش حتى نبقى بالخلف، إنما حتى نثبت إجرينا، نعرف حالنا نحن وين لحتى نطلع إلى الأمام، وإلى الأمام نخطو بخطى ثابتة. معروف عني والبعض الكثير من الموجودين بيعرفوا قد ايه بحب اتعلم اركب بسكليت، وراح ضل حب لموت يمكن، بس ما راح اركب بسكليت. علموني كل التكنيك تبع ركب البسكليت، قالوا لي انه لحتى تركب بسكليت لازم يكون في عندك توازن شوي، الحمد لله التوازن موجود، تطلع لقدام وتدوس. هلا هو كلهم بعرفهم بس ما استرجعت شو عملهم. قالوا لي اكثر بحق لك من وقت للتاني تطلع لورا، بس اذا كثير اطلعت لورا رح تفقد توازنك وتوقع. مظبوط؟ منين في حدا عم بيقول مظبوط؟ كتر خير الله رح نركب بسكليت بالمستقبل لهيدا. وقالوا لي اذا بتطلع انت وراكب على البسكليت بالدولاب قدامك كمان رح تطب وتوقع. وبقيت البسكليت عندي حلم لبل فكره بحب اتامل انا وياكم فيها عن عطول. محطة تجديد وعد هي ركب بسكليت. علمني اياها ابونا داوود على فكره، مره كنا بمخيم وضيعنا ابونا داوود، لقيناه داني بيتذكر يمكن، لقيناه قاعد وفي شباب من هودي زوزو ابدا معهم، معهم قطعيات صغيره، مرقنا بالصدفه لقيتهم كلهم مجتمعين حوله. من بعد ما قلعت قلت اكيد هم يتمسخروا على ابونا، ما رح اتركهم، رح ارجع وانا فرجيهم. لفيت السياره ورجعت لقيته عم يشرح لهم كيف بيقبوا الموضوع. مبسوطين منه، مبسوط فيهم اكثر ما انا كنت خايف انه يكون في مسخره بالدق او قله احترام للابونا. ومن وقتها خبريت البسكليت انبسطت فيها اكثر. تجديد وعد وعهد هو محطه نطلع فيها لورا، نعم انما بنظره سريعه. سمعنا تعاليم الابونا، خبرنا كيف نشأت الحركة وكيف بداياتها. وإذا بدنا نحكي عن أمجادها صلاح وغيره بيحكوا من اليوم لبكرة. نظرة سريعة للخلف كثير مهمة لأنها بتعطينا القوة وبتشجعنا، بس إذا بدنا نضل نطلع لورا رح نوقع عن البسكليت. نطلع على واقعنا وريسنا بالمجلس العام دايما بضل يخبرنا عن واقع الحركه اليوم.
نقصنا فرقه هونيك، صار عددنا هالقد، بنطمنوا انه عم نزيد فرقه بمحل تاني وان شاء الله دايما بصوتي. وقعنا واليوم نطلع على الدولاب اللي قدامنا بحق لنا شوي مش كتير، لانه في عنا ماضي قوي بيسندنا، وعنا واقع اليوم ما بخوفنا من اعداده، لانه الحمد لله شربنا من نبعه روحيه فتحلنا اياها او دلنا عليها ابونا داوود، يلي هي نبع الروح القدس بهالعيد المبارك عيد الثالوث. والاهم، لانه طولنا كثير بعرف، الاهم هو النظره للامام، وهيدا هو تجديد وعد، هو نظره لقدام واضحه مع ثقه بالرب وبالروح يلي ما رح يتركنا ورح يضل يبث فينا قوه وعزيمه لنضل ندوس ونضل بسكلتتنا ماشي لقدام. هيدي هو تجديد وعدنا، مسؤوليه نعم، بحريه اكثر واكثر، عارفين شو هويتنا لحتى ننطلق ونبشر كل العالم ان المسيح قام حقا قام، ونحن شهود على ذلك. هللويا.